طيب هنشوف ازاي نعمل استيميشن للفيبر بريشر باستخدام فاندربيلز ايكويشن اوف ستيت والفيوجاستي ايكويشن بتاع الفيوجاستي اللي احنا عملناها دي. فالاكزامبل ده انا عايز اشغل بويلر عند بتاع الريفريجريشن عند تمبرشر معينه تمشي بسوي 15 ديجري فهرنهايت والفيبر بريشر بيتبع فاندربيلز ايكويشن. فانا عارف الكونستنتس بتاعت فاندربيلز الاي والبي بتاعتهم عارفهم وعارف طبعا فاندربيلز ايكويشن ممكن اكتبها بالبريشر او ممكن اكتبها بالزد في على في ماينس بي ماينس اي على في ار تي تمام. فانا عايز اجيب الفيوجاسيتي فاول خطوه ان انا اخد دي اعوض بيه هنا عشان اعرف اجيب الايكويشن بتاعت الفيوجاسيتي زد ماينس 1 في لان زد بلس تكامل بقى 1 ماينس زد يعني على في فهقسم 1 على في ماينس زد على في يعني 1 على في ماينس بي ماينس ماينس يبقى بلس اي على في سكويرد ار تي دي في تمام. طيب بنعمل بقى التكامل ده فلان اف على بي سايب زد ماينس 1 ماينس لان زد يبقى انا لازم احسب الزد مش اي مشكله سواء كانت ليكويد او فيبر حسب انا بعمل ايه زائد التكامل ده التكامل لان في يبقى تكامل 1 على في بلان في ماينس لان في ماينس بي بلس هنا في سكويرد فيبقى ماينس اي على في ار تي كويس ده كده هتعوض من انفينيتي لفي لما تعمل التعويض كويس فطلع لك ادي الايكويشن اهي لان اف على بي بتساوي زد ماينس 1 ماينس لان زد بلس لان في على في ماينس بي ماينس اي على في ار تي اوكي طيب خلاص يبقى انا عندي بقى التمبرشر اللي هي 15 ديجري فهرنهايت هستخدم الايكويشن دي علشان اعرف احسب حاجتين احسب الزد ليكويد والزد فيبر طبعا انت بتطلع لك ثلاثه روتس والثلاثه روتس دول في واحد فيهم نون فيزيكال فلما عملنا كده بفاندرفيلز عند تي 15 وعند 10 بس انا البريشر ما اعرفوش كويس اول حاجه انا هبدا افترض ان البريشر 10 بي اس اي اي حاجه انا مش عارف افترض 10 بي اس اي بعد ما فرضت 10 بي اس اي حسبت الفوليوم بتاعت الليكويد والفوليوم بتاعت الفيبر كويس والنون فيزيكال ده اللي في النص ههمله وبعدين حسبت الزد بتاعت الليكويد والزد بتاع الفيبر الاثنين دول حسبتهم من فاندر فالز من الايكويشن دي اول ايكويشن اصليه اللي هي بتساوي بي بتساوي ار تي على في ماينس بي ماينس اي على في سكويرد تمام فالبريشر ب 10 بي اس اي والتمبرشر ب 15 ديجري فهرنهايت والاي والبي هو مديهم لي فاحسب الثلاثه فيز فحسبت الثلاثه فيز طلعوا كده اخدت اصغر واحده واكبر واحده يبقى الزد حسبتها من بي في بتساوي من زد بتساوي بي في على ار تي اوكي وبعدين عوضت بقى بالزد والفوليوم هنا جبت اللين اف بي بس يعني جبت بقى ثلاثه لين اف بي واحده للليكويد وواحده للفيبر وواحده مش مهمه طبعا لقيت ان اللين اف بي بتاعت الليكويد عاليه واللين اف بي على الفيبر بالنيجاتيف لما جبت الاف بقى نفسها بتاعت الاف بتاعت الليكويد عاليه والاف بتاعت الفيبر قليله فده معناها ان الجبس بتاعت الفيبر اقل من الجبس بتاعت الليكويد لان الفيجاس بتاعت الفيبر اقل من الفيجاس بتاعت الليكويد معناها مين الستيبل على طول الفيبر ستيبل الحاجه اللي عندها جبس اقل هي تبقى الستيبل فلو الفيبر ستيبل وانا البي 10 بي اس اي يبقى ده بريشر قليل ان انا بدور على النقطة دي ده البي مع التي فأنا لو كنت التمبرشر البريشر عندي جربتها 10 وطلعت هنا طلعت فيبر يبقى أنا محتاج أزود البريشر عشان أوصل للجزء اللي هو فيه إيكوليبريم ليكويد فيبر مع بعض فممكن أعيد التجربة دي بدأت ب 10 أجرب 50 50 أحسب الفي ليكويد والفي فيبر أحسب الزد ليكويد والزد فيبر الأف ليكويد والأف فيبر لقيتهم قربوا من بعض شوية لكن لسه الفيبر هو الستيبل لان الاف فيبر قال جرب مره ثانيه مره ثالثه ووصلت فعلا بالظبط 105.2 عرفت ان البي اس اي ب 105.2 بس لو تاخد بالك الفيجاست بتاعت الليكويد والفيجاست بتاع الفيبر بيتغيروا بشكل منطقي مش صعب قوي زي ما كان الجبس بيتغير قبل كده كان الجبس بيوصل من ماينس انفينيتي بارقام كبيره جدا لكن هنا الرنجات قريبه من بعض وبالتالي انا الفيجاست استخدمت ان الات اكوليبريم اف ليكويد بس اف فيبر عشان اجيب البي سات البي سات هو ده 105.2 امتى 105.2 ده كان هو الايكوليبريم بريشر لما كانت الفيجاستس بيساوي بعض
فدي الطريقه اللي استخدمناها. طبعا انا ما بستخدمش فاندرفيلز بقى في الحقيقه. في الحقيقه انا بستخدم مثلا بينج روبنسون ايكويشن اوف ستيت او سواف. فلو بينج روبنسون وعملنا التكامل ده هتطلع الايكويشن بتاعته هي عامله كده، زد ماينس 1 برضو لان زد ماينس بي، والاي والبي زي ما كنا نستخدمه قبل كده عشان نحسب الريزيدوال انسربي وهكذا. فالبينج روبنسون احسن لما نيجي نبص على البريدكشن. مثلا ادي الاكسبيرمنتال بوينتس اللي هي النقط الموجوده، الخط هو البينج روبنسون والخط المنقط هو فاندرفيلز. في فرق كبير يعني البينج روبنسون اللين بي مع واحد على تيب لين بي سات، البينج روبنسون مدي يعني بريدكشن كويسه جدا احسن بكتير من الفاندرفيلز، ده اللي احنا بنستخدمه يعني. تمام، شكرا.